قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع مستشفى الأطفال بامبينا جيزو التابع للكرسي الرسولي بدعم من السفارة البابوية في الأردن من أجل القيام بعمليات طبية للأطفال اللاجئين والأردنيين الذين يعانون من أمراض خطيرة. ويشكل حفل التوقيع بداية شراكة من خلالها يستطيع أكثر من 300 طفل الخضوع لعمليات جراحية معقدة ومتقدمة من شأنها الحفاظ على حياتهم، وذلك خلال العام 2017. وسيسمح هذا التعاون أيضاً بتبادل الخبرات المهنية وفرص التعليم لأخصائي الرعاية الصحية الذين سينضمون لهذه المبادرة. وأثنت مساعدة الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الحماية دانييلا شيكيلا على هذا التعاون، مؤكدة أن هذا الدعم الصحي يعود بالفائدة على اللاجئين والأردنيين على حد سواء، وأن هذه المساهمة ستوفر خدمة حيوية وفرصة لتبادل الخبرات في جراحة الأطفال. وقالت رئيسة مستشفى بامبينو جيزو ماريلا إنوك أن هذا التعاون بين المستشفى والمفوضية سيبدأ مهماته الطبية للعمل بشكل فاعل مع المستشفيات الأردنية. تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن الرعاية الصحية الأولية والثانوية للاجئين داخل الأردن، حيث لديها حوالي 700 ألف لاجئ مسجل لديها من أكثر من 40 جنسية مختلفة، يعيش معظمهم في المناطق الحضرية من المملكة. وتقوم المفوضية بتقديم الحماية والمساعدة المستمرة للاجئين عبر مجموعة من الخدمات، بما في ذلك المساعدة النقدية للخدمات الصحية الأساسية وتقديم الدعم للوصول للرعاية الصحية في الأردن. كما يعتبر مستشفى بامبينو الآن المرجع الأول فيما يخص صحة الأطفال والمراهقين من إيطاليا وخارجها، وهو اليوم أكبر مستشفى متخصص للأطفال ومركز للأبحاث في أوروبا، ويغطي جميع التخصصات الفرعية للأطفال.